الأخبار بأخبار إيجابية على الصعيد السياسي والاقتصادي، أي وصف يمكن أن يطلق على هذه الحالة الآن؟ أنا أفتكر حالة بتاعت يعني استغرار، وحالة فيها شيء من التفاؤل بالمستقبل. والحقيقة دي الحالة اللي كانت مطلوبة، لأن الناس وصلت لمرحلة بتاعت توتر عالي جدا ويأس من المستقبل. يعني كل شخص يفتكر أنه بكرة أسوأ من الليلة، ولكن ما حدث اتفاق أديس أنه أعطى أمل في المستقبل، أن العلاقات تتصلح، الأوضاع الاقتصادية تتصلح، كل الحالة الاجتماعية تتصلح. يمكن الناس لاحظوا أن التوتر اللي كان موجود في الشارع السوداني انخفض بدرجة كبيرة جدا لمجرد توقيع الاتفاق حتى قبل أن ينفذ. نعم، جوبا الآن أستاذ الباز قدمت الدعوة للبشير لأن يزورها، وقالت بأن لجان الاستقبال منذ يناير كانت معدل استقبال الرجل. أي رسالة تريد أن تقدمها جوبا في هذه اللحظات؟ وهل تتوقع أن يقوم البشير بالزيارة في القريب العاجل، أم أن الحزب الحاكم له رؤية في كيفية إنفاذ هذه الزيارة الآن أم مستقبلا في الأيام القادمة؟ أنا أتوقع أن الرئيس البشير يستجيب لهذه الدعوة. هذا الاتفاق يحتاج إلى حراسة. حراسة الاتفاق لن تجي بتوقيعه فقط، يعني والالتزامات، ولكن دار مناخ. هذه الزيارات بين الطرفين بين البلدين تهيئ هذا المناخ وتجعل الناس يشعرون بأن هذا اتفاق جادي وبدأ تطبيقه على الأرض، والعلاقات عادت على أعلى مستوى. ولذلك نحن محتاجين الآن أن نغير المناخ بمثل هذه الزيارات، ويصبح العلاقة بين الطرفين محروسة ليس الاتفاقات ولكن بمناخ عام بدعم شعبي من البلدين. نعم، وكانك تريد أن تقول أستاذ الباز بأن المشكلة الرئيسي بين الدولتين هو كان في انعدام الثقة، والآن هذه الثقة الآن بدأت تتوفر على ما يحدث الآن بين الطرفين. صحيح، والثقة دائرة بناء عليها، ودائرة أسمنت، ودائرة عمل كثير جدا من الإعلام عموما، ومن الناس الشغالين في مجال البوليتكس بضبط تصريحاتهم وتوجيه التوجيه الصحيح، وبإعطاء يعني رسائل إيجابية للشعبين لكي يعني تتبني هذه الثقة. نعم، في الأثناء الآن تطالعنا الأمم المتحدة بقولها بأنها الآن فعليا بدأت تتحقق من سحب القوات من منطقة أبجي جيشي الدولتين. هذه الخطوة الآن فعليا تؤكد بأن المصفوفة بدأت تنفذ على أرض الواقع. صحيح، يعني على كافة المستويات. نعم. الكويس أنه بدأت المصفوفة، يعني ممكن تنفذ خطوة هنا وهناك، ولكن الآن الأمين العام للنفط الآن يتحدث بأن الضخ قد بدأ عمليا، القوات بدأت تنسحب، التجارة بالحدود بدأت الناس يعودوا مرة أخرى للتجارة بالحدود، حتى العلاقات الخارجية أصبح في تنسيق، الرئيس البشير ماشي يزور، ولذلك المصفوفة تمشي في كافة اتجاهاتها بطريقة صحيحة. ويعني الواحد سعيد بدوت، ويعني مطمئن أنه الدولتين أخذوا الدرس الكافي من الفترة الماضية. نعم، فيما يتعلق أستاذ الباز بضخ النفط، هنالك الآن حديث في الشارع السوداني وتحديدا في قبة البرلمان في أم درمان يتحدثون عن إمكانية تعديل موازنة العام 2013. هل الدستور يسمح بذلك؟ هل الوضع الاقتصادي يسمح بذلك؟ هل البرنامج الثلاثي يسمح بذلك؟ أم أن هنالك رؤية لاقتصاديين لخبراء من خلالها يمكن إدخال موارد النفط في هذه الموازنة؟ أنا لا أعتقد أن الآن محتاجين لتعديل موازنة، حتى في الربع الأول يعني تقريبا للموازنة، يعني فما محتاجين لتعديل، وخاصة أنه أموال النفط يمكن أن تدخل بعد ثلاثة شهور، يعني إذا في علم يضخ اليوم. نعم. يمكن الموارد تدخل بعد ثلاثة شهور، يعني بنكون وصلنا إلى ستة أشهر من. نعم. الميزانية، فليس في هذه يعني ما مستعجلين، لأنه ها الموارد تدخل الآن ثم تعدل الميزانية، وهذا فعل. ما هي الرؤية التي يمكن أن تتبع في هذه الإشكاليات؟ أموال البترول أصلاً هناك مديونيات كبيرة في الفترة السابقة للشركات الصينية وللدول اللي استلفت أموال كثيرة، وإذا في يعني هذه إذا في أموال حتجي الآن ستكون الأولوية إلى تغطية الديون. الحكومة السودانية يعني عندها دين زي مليار و500 مليون من الشركات الصينية الآن، واستلفتها بقرض من البنك اكزن الصيني، فده حيكون له اولويه على الارض. انت متوقع موارد النفط كم؟ يعني هي كلها كانت ثلاثه، يعني في ثلاث سنين احنا كان
المطلوب من الجنوب 3 مليار. الآن إذا الجنوب دفع مليار من هنا إلى نهاية العام، ما أعتقد أنه يحتاج أن يعني نعدل له الموازنة. ولكن ماذا نفهم أستاذ الباز عندما يقول البرلمان بأننا الآن سنحاول أن نعدل الميزانية؟ يعني ماذا نفهم من هذا التصريح؟ والله تعرف أنا بعض نواب البرلمان يعني بصرحوا كما يتفق، ما يعني هذا الحديث جاء على يعني لسان نائب رئيس البرلمان. أنا برضو بقول أنه الموضوع ده موضوع اقتصادي، يعني هل هو درسوه؟ هل ده مصدر؟ يعني ده مصدر بيجي من الميزانية، بيجي من المالية، بيجي من وزير المالية، لكن إيه علم البرلمان أنه حيعدل الميزانية؟ والحوجة ليش يعني؟ هو قال لها أنه الآن يزع البرلمان لتعديل الموازنة. ليش؟ ما سوى؟ يعني هذا هو أنا السؤال. أعتقد أن يعني بعض التصريحات تطلق هكذا يعني بدون أي أسباب، ما عنده أي حيثيات، تطلق هكذا والشخص ولا يطرف له جفن يعني. نعم. إذا أستاذ عادل، يعني منذ أن تم التوقيع على المصفوفة حتى هذه اللحظة وإلى أشهر إلى الأمام، هل القراءة السياسية الاقتصادية الاجتماعية لمسار علاقات بالدولتين يبشر مع بناء الثقة بوصول هذا الاتفاق إلى غاياته، أم يمكن أن تأتي تفاصيل تبحثر كل ما تم الاتفاق عليه وإعادة ترتيب الأوراق التي كانت في أديس أبابا؟ ماذا تقرأ في القريب؟ أنا أعتقد أن أنا متفائل جدا، وأعتقد أن البلدين تعلموا الدرس الماضي أنه أصلا كل المسائل السياسية تحل سياسيا ولا تحل بالصراعات ولا بالتوتر. ونحن خضنا حرب 50 سنة، في النهاية جلسنا على طاولة مفاوضات. الآن تحارب الطرفان ثم جلسوا في طاولة المفاوضات ووصلوا لاتفاق. الدرس اللي تعلم الطرفين من ما دخلوا فيه من حرب، ما دخلوا فيه من أزمات اقتصادية وأوضاع اجتماعية، أعتقد أنه يمنعهم تماما من التفكير حتى في العودة إلى الحرب أو التوتر أو قطع العلاقات. وحديث النائب الأول الرئيس السوداني آل عثمان محمد طه في المؤتمر الصحفي كان واضح بأن الإرادة الشعبية والسياسية هي التي ستغلب مصلحة البلدين. صحيح، أنا أعتقد صحيح، وكل الاتجاه الآن المناخ في البلد مناخ حوار، مناخ تدعيم العلاقات الخارجية، مناخ إقامة العلاقات جيدة مع الجنوب، وأتمنى أنه هذا الاتجاه يمضي. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عادل الباز رئيس تحرير صحيفة الخرطوم السوداني على كل هذه الرؤية التحليلية وهذه الإفادة، لك الشكر الجزيل. شكرا.